ما زالت حالة طرد لويس فيليبي في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان محل جدل وسخرية في السوشيال ميديا، فقد تسببت قفزة لويس على أكتاف لاعب إنتر ميلان خواكين كوريا بإشهار البطاقة الحمراء من الحكم في الوقت بدل الضائع من المباراة. المزحة تحولت لبكاء من فيليبي بعد ما حاول يشرح إنها كانت مزحة مع صديق، لكن الحكم اعتمد في قراره على ردة فعل خواكين اللي كان منزعج من تصرف اللاعب. والمزيد على المنصات الاجتماعية بتشوفوها معنا في التقرير التالي. جمال باجندوح لاعب فريق الشباب ينشر فرحة فريقه عبر حسابه في إنستغرام في غرفة الملابس بعد الفوز على الباطن دوريا. ونفس أجواء الفرحة نقلها حسين الشويش لاعب فريق الفيحاء بعد فوزهم دوريا على الرائد. عمر السومة لاعب فريق الأهلي ينشر صورته وهو ساجد فرحاً بالفوز الأول للأهلي هذا الموسم في الدوري ضد الاتفاق. جوميز لاعب الهلال ينشر صورة له مع بيريرا وسالم الدوسري في إنستغرام فرحاً بأحد أهداف فريقه ضد فريق بريس بوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا. تاليسكا لاعب فريق النصر نشر في حسابه على إنستغرام هذه الصورة وكتب نلعب بالمتعة استمتعوا يلا. أما ماريجا لاعب الهلال فنشر صورة من المباراة وعلم تقدم الهلال إلى الدور نصف النهائي أحسنتوا صنعا للفريق والمشجعين نراكم الثلاثاء. حساب فريق أبها ينشر هدف فوز الفريق على الطائي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويكتب دام اتجاهك شمالي مودعك حاجة. زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي ينشر صورة له ويكتب أنتم تمشون وأنا أحلم. تويتر غاري لينيكر أسطورة كرة القدم الإنجليزية يغرد محمد صلاح تحول إلى ميسي. تشيلويل لاعب تشيلسي نشر على إنستغرام هدف آخر ثلاث نقاط للفريق نحن نتحرك. ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد علق على خسارتهم أمام ليستر سيتي ليست النتيجة التي أردناها عند عودتي يسعدني الحصول على الهدف ولكن الأداء ككل لم يكن جيداً بما فيه الكفاية اليوم كان من الرائع أن نعود ولكن علينا أن ننتعش من هذا أتطلع إلى العودة إلى ورقة النتائج لذا فإن كل الأنظار الآن ليوم الأربعاء أقدر كل الدعم.